وفتحت البوابات على بركة الله مشاهدين الكرام لتنافس أفراس عمر الأربع سنوات فأكثر في الشوط الثالث على مسافة 2000 متر ومقدار الجائزة 78 ألف ريال بمشاركة 17 رأس. الصال صهوي، أسير الخير، أسفر الجوار، تريم حمرة، شوحان الفاضلية، حورية شقران، دينان النوض، مرحبتين غيد البدو، رياض ناب الليث، مزاحمة لما الرياض، ومحيرة والصدارة للما الرياض في أول ظهور لها في سباقات المصيف. تقود الأفراس في المركز الأول مع المنعطف الأول، تأخذ الأفراس المنعطف الأول دعنانة في المرتبة الثانية. في المركز الثاني تأتي الآن دعنانة مع محاولات للوصول لمراكز متقدمة من قبل مرحبتين للمركز الثالث، وأيضا مزاحمة تسعى للوصول للمركز الرابع. أصال تأتي إلى المركز الخامس مع وصول محيرة أيضا للمركز الخامس في تحادي مع أصال، وأيضا مزاحمة والصدارة للما الرياض المركز الثاني لمرحبتين. في المركز الثاني محاولات أصال تأتي بها للمركز الثالث الآن مع أدوارد جراميتيكا من الخارج الآن، دعنانة تتأخر ومحاولات من جوهرة ريم الآن للوصول إلى مركز متقدم مع صهوي الآن، يصلان المركز الرابع ودعنانة تعود مرة أخرى للمنافسة والوصول للمركز الرابع. إتيان أسيل الخير الآن للمركز الرابع تحت قيادة الخيال فهد العويس للمركز الرابع. صهوي تحاول الآن مع عبد العزيز عبد الله الشريمة، والصدارة ما بين صال ومرحبتين ولما الرياض، لما الرياض مرحبتين وصال، لما الرياض في الصدارة والمركز الأول مرحبتين من الخارج الآن تحت قيادة الخيال خالد الرويشد، والخط المستقيم باتجاه خط النهاية. لما الرياض في الصدارة، أسيل الخير من الداخل وفهد العويس يستحق أسيل الخير للمركز الأول الآن، أسيل الخير في المركز الأول، لما الرياض تتأخر للمركز الثاني، فهد بأسيل الخير للصدارة والمركز الأول لأسيل الخير تحت قيادة الخيال فهد العويس لمطري بن بدر بن شريم تدريبات بدر سعود ابنة علي شيبة. أسيل الخير